للمساعدة في تخفيف نكبة بيروت عقب انفجار المرفأ الدامي يوم الثلاثاء الماضي. تتواصل جسور المساعدات بين عواصم العالم المختلفة إلى العاصمة اللبنانية في وقت ما زالت تتواصل فيه عملية البحث عن مفقودين جراء التفجير الذي أدى لتشريد ربع مليون شخص بلا مأوى في بلد لا يزال يترنح تحت وطأة انهيار اقتصادي وانتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا. وفي أول زيارة من نوعها يقوم بها زعيم دولة أجنبية إلى لبنان منذ الانفجار، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمساعدة في تنظيم الدعم الدولي للبنان، لكنه قال إن على الحكومة اللبنانية أن تنفذ إصلاحات اقتصادية وتشن حملة على الفساد. وماكرون الذي التقى بالرئيس اللبناني وعدد من رؤساء الأحزاب والكتل النيابية اللبنانية زار موقع الانفجار وعددا من شوارع بيروت المتضررة، حيث طالبته حشود غاضبة بوضع نهاية لنظام الساسة اللبنانيين الذين يلقون عليهم باللوم في الفساد وجر البلاد إلى كارثة. وفي ختام زيارته أكد ماكرون على الحاجة لإجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت يكون على أقصى قدر ممكن من الشفافية. أعتقد أن التحقيق الدولي هو مسألة ثقة، فيجب أن يتم تقصي الحقائق. لذلك طلبت من السلطات اللبنانية الاستجابة لهذا الطلب والاستعانة بخبراء فرنسيين جاهزين مباشرة وأيضا خبراء دوليين. أعتقد أن المسألة هي مسألة موثوقية ونحن نشجع ذلك وسوف نقدم كافة المساعدات اللازمة لذلك. وفيما يتعلق بالمساعدة على المدى القصير والمساعدات الطارئة، آمل أن تشرف الأمم المتحدة الموجودة هنا أن تشرف على ذلك، وفرنسا سوف تقدم الدعم التقني وخبرتها في هذا المجال. أما عند المرفأ الذي دمر في الانفجار الهائل، تجمعت أسر المفقودين بحثا عن معلومات عن أبنائها وسط تزايد الغضب الشعبي تجاه السلطات التي سمحت بتخزين كمية هائلة من مواد شديدة الانفجار لسنوات في أوضاع غير آمنة في مخزن بالمرفأ. وأمرت الحكومة بفرض الإقامة الجبرية على بعض مسؤولي الميناء ووعدت بإجراء تحقيق شامل قبل أن يتم توقيف 16 شخصا في إطار التحقيق في الانفجار.